بدي أرحب بإبراهيم الخالد صاحب مركز لبيع القشور والتدفئة، هو معي من إدلب. يسعد صباحك يا إبراهيم. صباح حياك الخير. الله، صباح النور أخينا. بدي أسألك بكل صراحة، تستخدم هاي الخلطات بالبيت؟ أكيد طبعا، شلون لها أكثر من ريحة؟ 6 سنوات. وموضوع يعني الأمراض النفوسية اللي قام نشوفها اليوم يعني بكثرة بالشمال السوري، هل لاحظت إنه أطفالك تحسسهم أو سمعت من الأشخاص اللي قام يشتروا منك هاي المواد إنه ساعدهم أمراض تنفسية، ولا لا هي أفضل من غيرها؟ لا لا أكيد، نحن يعني طوبات القشور الناس لجأت إليه لأنه أنظف وأوفر طبعا، وأهم أكثر شيء. يعني أنا كثير بيجوا لعندي مثلا بيقول لي انا عندي اولاد معهم انقربوا بدنا نركب صوبه قشر مشان هالامر، وفي ناس مثلا انه عندي حاله ولاده بنص الشتوي، فكتير هالامر يعني الناس، ونحن طبعا لاحظناه يعني انه الصوبه ما بتطلع دخني ابدا، حلو. لانه القشور هي بتكون يابسه 100% ما فيها نسبه رطوبه وما فيها مواد كيماوي مواد بلاستيكي او اي شيء، فهي مواد طبيعي ما باضافه وبتكون يابسه تماما. بالضبط، نعم تماما. طب احكي لي اكثر نوع اليوم مفرد يعني بيقدر انه يعطي تدفئه اكثر من انه يكون خلطات، وكيف بلشتوا بموضوع الخلطات؟ شو خلطتوا اول شيء مع بعض؟ اول ما اجت الصوبه، يعني نحن اول ما انتجنا الصوبه هي كانت لقشر الفستق، وقت اللي صارت تدخل مواد جديده فستق وبندق لوز جوز دراق، صرنا نحن نجرب عندنا بمراكزنا وفي بيوتنا، حطينا مثلا الفستق والجوز لقينا انه احسن من البندق لحاله، وحطينا الفستق واللوز، صرنا كل ما تجي ماده جديده نخلط ونشوف الافضل. يعني عندنا خلطه الفستق واللوز والمشمش هاي ممتازه جدا، طبعا كلها بعد ما تتغربل يعني كلها جهود جماعيه مع بعض، يعني مو انه مثلا بشخص هو خلطها ونشرها بين أكيد. الاشخاص لا اكيد اكيد، لأن كل مركز صار يجرب لحاله، مثلا نحن يعني الزباين هي اهم شيء، مثلا الزبون ياخذ مثلا هاي الخلطه يقول هاي افضل من البندق، انا كنت اخذ بندق حاليا عم باخذ هاي الخلطه ممتازه. كل زبون يعني احنا اي شيء بنطرحه بالسوق بنتواصل مع زبائننا، ويعني يعني الحمد لله بيمدحوا منا كثير انه هاي الخلطه ممتازه، واذا في اي اشكاليه مثلا انه هاي الخلطه مثلا فيها اشكاليه معينه بنجري عليها تعديل، مثلا انه هاي بتكون فيها نسبه خشوني او نسبه نعومي، نحن بنعدل على الخلطه بحيث تتناسب مع زبون. حلو. طب ابراهيم بدك تحكي لي، يعني عم نشوف هلا بالتقرير اليوم في مجهود، يعني في غربله اليوم، في تعبئه، في يعني مثل شغل مصانع اليوم اذا عم نحكي، يعني مثل ورشات حتى كبيره، كيف عم بيكون المردود؟ الاسعار كيف عم بتكون؟ اسعار الخلطات واسعار المفرد اليوم لسه عم ينطلب، كل هاي التفاصيل، وكم حدا اليوم عم يشتغل؟ تمام. هلا اول شيء نحن مراكز القشر بتوفر فرص عمل كثير، يعني الحمد لله نحن مثلا مراكزنا عندنا فوق 100 فرصه عمل لناس عاطلين عن العمل، الحمد لله رب العالمين. طبعا القشور هي بالاساس منشأ هي اسمها يعني نفايات من خارج البلاد، من تركيا. تمام. بتجينا ما بتجي، يعني هي طالعه من المعامل من الكسارات نفايات، فنحن مثلا بتجي فيها بودره، بتجي احيانا فيها مثلا حجار، بتجي اكياسها مفترئه، نحن طبعا من نحط اكياس جديده، اي شوائب عن طريق الغربلي بنحاول نزيل الشوائب، اذا في حجار بننقيها بحيث توصل للزبون يعني ما تعذبه ابدا ابدا. طبعا عندكم معدات معينه لهي القصص؟ يعني نحن عم نشوف هلا شغلات طبعاً طبعاً. بسيطه، هل هي بدائيه ولا مخصصه يمكن لهي الاعمال؟ لا نحن اللي قمنا فيها نحن فصلناها، هي غرابيل وفي مثلا الجوز بيجي خشين، عملنا جاروش الجوز كمان بحيث انه تتناسب مع المدافئ الموجوده بالسوق. يعني اذا ايجابيات هي الخلطه سعر الزين ودفء الجيد اذا قارناه باقي وسائل التدفئه او المواد اللي تنحط بالصوبات، بالنسبه لسلبياتها شنو هي؟ الحمد لله نحن السلبيات تلافيناها. مثل شنو يعني كان مثلا بسلبيات بالخلطات؟ مثلا انه احيانا تكون خشني او مثلا بتعطي جرشي بالحلزون، احيانا بتكون مواد يعني بتعطي صوت جرشي، فبيقولوا لنا انه هاي الخلطه بدها مثلا نحاول نناعمها شوي، بنناعم مثلا نجرش الجوز او اللوز بحيث نوصل للحاله المثاليه للزبون وللصوبه وللتدفئه.
طب ابراهيم اليوم وين بتنباع؟ في مراكز بيع مخصصه؟ في محلات معينه بتطلبها منكم؟ ولا انتم يمكن محل التصنيع او هذا العمل خلص الناس عم تجي تشتري منكم؟ لا اكيد هلا ولا في مراكز مثلا توزيع؟ مراكز تدفئه في المحرر منتشره بشكل كبير، يعني بالشتاء نص العالم يعني تشتغل كل بلد بيها. موجود مركز، تمام، مركز ومركزين وخمسه وعشره، يعني في اعداد كبيره. طبعا في مراكز رئيسيه ومراكز فرعيه. المراكز الرئيسيه هي اللي بتستورد من برا، وهي بيكون عندها غرابيل وعندها الخلطات، وبتقدم للمراكز الصغيره يعني الكميات الصغيره. مثلا بيجي مركز بده طونين 3 طونات. المراكز الكبيره بتغزل المراكز الصغيره، المراكز الصغيره منتشره بكل البلدات والقرى في المحرر، اذا بيقبل وبتبيع للمواطن كبير يعني على هي الخلطات اليوم. طيب يعني هذا ما يخص موضوع الشتاء، يعني هي فعلا توفر فرص عمل يمكن كبير لعدد من الاشخاص الموجودين بالشمال. بالنسبه للصيف شنو هي البدائل حتى الناس هي تشتغل يمكن بمهن صيفيه تقدر تعتاش عليها؟ لك نحن بالنسبة لمراكزنا في مراكز بتفتح فقط بالشتاء، وفي مراكز المراكز الكبيرة مثلا نحن مراكزنا بتضل فاتحة صيف شتاء، لأنه المواد مطلوبة منا بالصيف. طبعا في عندنا محامص، المحامص حاليا هي بتشتغل على القشور، في عندنا معامل، يعني أي معمل أو أي مصلحة بتحتاج للتدفئة أو للحرافات نحن مستعدين مستمرين صيفا شتاء. وطبعا في كثير مثلا من الزبائن بياخذوا بالصيف، يعني خزن، كان خزن او لبيوت، هون بيقول لك انا بدي اخذ مثلا يعني. بالصيف بالضبط، بيقول لك انا خلص اليوم بالصيف باخذ كميتي وبحطها عندي، بيكون عنده مستودع او بيكون عنده مثل ما نقول. بالضبط بالضبط، نعم يعطيك ألف عافية. مواسم مواسم، يعطيك ألف عافية، الله يرزقكم يا رب. إبراهيم الخالد صاحب مركز لبيع القشور والتدفئة كنت معنا من إدلب، بدي أتمنى لك نهار سعيد. شكرا لك. الله يعافيكم، شكرا.